السياق ديال تقديم هذا إعداد التقرير وتقديمه هو بطبيعة الحال أن الحكومة المغربية مطالبة بتقديم التقرير الرابع في إطار الاستعراض الدولي الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، واللي كيعكس من جهة تصور الحكومة للأوضاع داخل البلد، ومن جهة ثانية لكي يجدد التزاماته أمام المجلس من خلال عدد من التوصيات اللي كتقدم ليه. تنعرفوا بأنه الحكومة المغربية التزمت بما يفوق 140 توصية في خلال الاستعراض السابق. دابا المحطة هي ديال تقييم مدى التفعيل، مساهمة من المجتمع المدني في هذه العملية لأنه عنده دور كذلك، أن المنظومة الأممية فتح له الباب لتقديم تقارير موازية ضمن شروط محددة، وهذه التقارير الموازية تشكل جزء من التقييمات التي تقدم أمام هذا المجلس لدى الخبراء، وبالتالي المساهمة للمجتمع المدني فيها فهي كذلك وجهة نظر مغايرة للرؤية الحكومية، فيها إحضار الفاعل المدني المغربي بالأمم المتحدة باش ما تبقى شيء فقط كنظرو فقط المنظمات الدولية التي تقدم تقارير، بل هناك منظمات ودينامية وطنية خصها تأخذ مكانتها. من هنا الأهمية ديال تشجيع المنظمات الوطنية على تقديم التقارير، وفي هذه التقارير نقدم قراءة لهذا الوضع، نثير قضايا الانشغال ديالنا. أهم القضايا اللي شغلتنا؟ إيوا أولا كل قضية درنا توصية، كل قضية درنا لها توصيات ديالها، لأنه تنبغيو نسهلوا العملية على الخبراء داخل الأمم المتحدة، لأن باش هذيك التوصيات ربما تنعملوا باش تكون ضمن التوصيات التي ستعتمد من طرفهم وتقدم للحكومة المغربية اللي ربما تقبلها أو ترفضها، ولكن عادة ما كتقبل جل هذيك التوصيات. التوصيات ديالنا احنا بطبيعة الحال تهم أولا الأهمية ديال ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور، لأن الوثيقة الدستورية هي وثيقة حقوقية بامتياز، والعدد من المقتضيات ديالها لم تفعل إلى الآن، سواء على المستوى المؤسساتي في غياب إحداث مثلا الهيئة المناصفة، المجلس ديال المجتمع المدني والشباب، الهيئة ديال المجلس ديال الأسرة، فهذه كلها هيئات من 2011 وهي منصوص عليها وصدرات القوانين المتعلقة بها ولم يتم إحداثها. كاين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللي هذه سنين كذلك داز في حوار وطني وكان إلى آخره، ولا زال كل مرة داخل خارج البرلمان مازال هذا التعطر كان يثير القلق، لأن هذه وثيقة أساسية في حماية الحقوق والحريات وفي ما تكون لها من انعكاسات على أوضاع مثلا داخل السجون، لأن تنعرفوا الانعكاسات في غياب العقوبات البديلة، في الاعتقالات في قضايا اللي هي بسيطة جدا كتملي كتدخل السجون، ما ينعكس مثلا على وضعية داخل هذه المؤسسات السجنية بشكل يسيء إلى 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 الإصلاحات الجارية داخلها. فالمجهودات ما كتبداش تبان، كتبدا تبان هذيك المشاكل اللي كتخلق نتيجة غياب هذه الوثيقة المرجعية أو القانون الأساس اللي يثير كذلك الانشغال. هنا كنقدموا فيه مجموعة من المقترحات. القضية الثالثة هي قضية أوضاع المرأة داخل المجتمع، لأن تنعتبروا هذا مكون أساسي في العملية الديمقراطية ولا في العملية التنموية، كما جاء حتى في الوثيقة الصادرة حول المشروع الجديد للتنمية اللي قدمته اللجنة ديال السي بن موسى، فيه كذلك المكانة ديال هذا الموضوع. كنأملوا أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات على المستوى القانوني، على مستوى إعادة نظر في قانون الأسرة، وعلى مستوى السياسات العمومية لجعل النساء يتبوأن مكانة متقدمة في مختلف المواقع ديال الدولة.